قولي لي يا فريدة، انت ليه كنت مصرة ان الحادثة اللي حصلت لك دي كانت مقصودة، رغم ان انت قلت لي قبل كده انك بتعاملي الناس كويس جدا؟ جدا بعملهم كويس جدا، بس ما اسكتش على الغلط. انا دغري زي القطر كده اهوت، هتلاقيني بواجه الغلط على طول. بصي، الناس ما بتحبش صفتين في البني ادم، ولا القوة ولا الذكاء، وانا عندي الاثنين. ابنك بيحبك؟ طبعا بيحبني، بيحبني جدا كمان. مع ان انتوا مش بتشوفوا بعض كتير؟ مش مهم، انا بحبه وهو بيحبني، بس هو عندي طلع لي. عمل ايه لما عرف ان انت فقدتي بصرك؟ جالي في ثانيه، وكان خايف جدا عليا، وكان عايز يقعد معايا، بس انا طردته. ليه؟ عشان هو مشي من 5 سنين ومرضاش يديني عنوانه. ليه؟ هو بيقول لي انا بتدخل في حياته، انا بربيه، مش عايزاه يبقى صايع زي بقيه العيال اللي موجودين دلوقتي. طب ما هو مشي اهو وسابك. ما عشان بيعند معايا وما دخلش الجامعه، برضه عند في اي حاجه انا عايزاها يعمل عكسها. بصي، صدفه علمتني حاجه حلوه قوي، سيب حبيبي على هواه لحد لما ديله يجي على قفاه. طيب ولما يرجع هتسامحيه؟ اسامحه؟ وانا لازم اسامح مين بقى ولا مين؟ اسامح بابا اللي قاسي على ماما وحرمني من الورث بتاعي، ولا هسامح ماما على ضعفها معرفتش تاخد حقها من الدنيا، ولا هسامح صالح اللي عامل مامي بطريقه وحشه قوي كان قاسي عليها؟ اسامح يحيى اللي سابني اتجوز راجل ما بحبوش وكان عايزني افضل مستنيه العمر كله؟ اسامح مين ولا مين ولا مين؟ طب وفريده؟ سامحاها؟ فريده طيبه وكويسه، بس ما تسكتش على الغلط. انت راضيه على كل حاجه فريده عملتها معاكي؟ فريده اللي ما ساعدتكيش انك تعذري شيرين، تسامحي ضعفها، اللي ما خلتكيش تمشي نص المسافه اللي بينك وبين ابنك، اللي ما ساعدتكيش انك تسامحي مامتك اكتر حد بتحبيه، مع انك عارفه ان قوتنا وضعفنا مش دايما اختيارنا. فكرتيني بيحيى بتقولي دايما ان عندي شخصيتين، انا جوزاء، فكرتيني بيه. مش مهم نبقى 2 ولا 3 ولا 5، المهم ان كل دول يبقوا متفرحين مع بعض. Watch it.